رمضان كريم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وكنشكركم على الحضور ديالكم والمساهمه ديالكم في انجاح هذا الفطور في هذه اكبر طاوله ديال الافطار في افريقيا اللي كتحتوي على واحد 1500 ديال الشخص اللي هما ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكونوا معنا في هذا الفطور. مساهمه من مدينه مراكش اولا من الجمعيه ديالنا من ايما فينو مع اسويس فيلاج لهاد الناس اللي مضرورين من 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 الزلزال اللي وقع مؤخرا في مراكش. هذا مساهمه منا ان شاء الله الرحمن الرحيم الا كتب الله غادي نساهموا في بناء شي مدرسه بالمداخل ديال هذا الافطار. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تدوزوا معنا ساعه مزيانه. وكي قلت لكم حنا كلنا كنساهموا في الانجاح ديال هذا كيبرهن على التضامن ديال الشعب المغربي وعلى التضامن ديال المراكشيين بصفه خاصه في هذا الانجاح ديال هذا الافطار. هذا اليوم جاوا طلبوني باش نجي نقدم هذا الفطور، اكبر فطور في القاره الافريقيه، وجيت حيت انا 14 عام في الميدان ديال الجمعيات، فاعل جمعوي، بغيت جيت انا نساند داكشي اللي نقدر عليه، حيت هذا الزلزال قاسنا كلنا وشفنا بان داكشي اللي وقع فهمتي خلى بزاف الدراري بلا مدارس. وهاد المبادره اللي داروا اليوم هنا للتزيين وتجهيز وتجديد المدارس اللي كاينين تما اللي تقاسوا من الزلزال غتكون زوينه. 1500 واحد اللي قالوا لي كل واحد مساند بطريقته، صافي فخور جدا نكون معاكم اليوم هنا في مراكش. جيت البارح ونرجع من بعد، هادشي اللي كاين.